لقاء جمع وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بالحيمر مع رئيس المجلس المصري الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر على هامش أشغال الدورة 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب بالقاهرة. اتفق الطرفان على تعزيز التنسيق الإعلامي في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وبمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية استقبل عمار بالحيمر من قبل رئيس المكتب التنفيذي لمكتب وزراء الإعلام العرب مجاهد أبو الهيل، حيث أعرب عن شكره وامتنانه للمواقف العراقية الداعمة للجزائر، مؤكدا على جودة ومتانة العلاقات العراقية الجزائرية وضرورة استمرارها. من جهته هنأ أبو الهيل الجزائر حكومة وشعبا على نجاح الانتخابات التشريعية، مؤكدا دعم المكتب التنفيذي لكافة التوصيات والملاحظات التي تتقدم بها الجزائر لدعم مسيرتها الديمقراطية. وزير الاتصال كان له لقاء مع وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية يوسف المحمود، اطلع خلاله على مستجدات الوضع في فلسطين، حيث أبرز الطرفان دور الإعلام الفلسطيني في مواجهة الانتهاكات الممارسة ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة. وأدان بالحيمر بالمناسبة الأعمال الهمجية التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني والصحفيين خاصة. كما استقبل وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بالحيمر من قبل الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وكانت له لقاءات مع نظرائه من مصر والسعودية والأردن وسلطنة عمان، وأكد خلالها على ضرورة بلورة رؤية عربية مشتركة وتطوير المادة الإعلامية كما ونوعا.